يمكن حضرتك قلت قبل كده في احد الحوارات التلفزيونيه انك موافق على تقسيط غرامه الكهرباء احسن ما يعتذر والزمالك ما ياخدش فلوس. وجهه نظر حضرتك، انا شايف ان التصريح لسه وجهه نظرك زي ما هي، والبعض شايف ان نجم الكره دايما، حضرتك نجم الكره السابق، بيبقى عنده تعاطف مع لعيب كره القدم. مش تعاطف خالص يعني، تعاطف هتعاطف عليه اكتر من النادي اللي انا اتربيت فيه والنادي اللي عملني وعمل اسمي وتاريخي؟ لا، انا بقول الواقع، انا بتاع كوره، فانا زي مثل الدكتور بيفهم اكتر مني، المهندس بيفهم اكتر مني، بتاع اللغه العربيه بيفهم اكتر مني، كله في تخصصه. فانا في تخصصي لعيب الكوره، انت ما بتشتري لعيب كوره، ما بتدفع، هات لي لعيب كوره في العالم ثمنه مليار جنيه، النادي اللي بيشتريه بيدفع المليار ولا بيدفع على دفعات؟ على دفعات. طب خلاص، انا خليني مبدا، هي انا مش عايز ان ناخد الموضوع ان احنا تكابر، وان احنا نقول انا مش هينفع غير ما اخد الفلوس كلها. طب وبعدين؟ طب افرق كهربا ده لا قدر الله اصيب، لا قدر الله، افرق كهربا ده راح احترف بره، مشي وساب لك الدوري العام المصري، افرق كهربا ده قال لك انا هعتزل، 100 مليون جنيه دولت بتوع كهربا، عند كهربا لنادي الزمالك، ال 100 مليون جنيه جه كهربا قال لك انا ممكن اعمل مشروع، يا عم سيبك بقى من الكوره خلاص، فاضل لي سنتين ثلاثه واخلص ويوم رايح اعمل مشروع، ولو حطيت كهربا دلوقتي خيرته، معرفش انا مش عايز ده، عشان ما خيرته بين مشروع وبين ان هو يسيب ال 120 مليون، ان النادي الاهلي بره الموضوع، يعني ما عندوش هو سند غير نفسه، فهو فكر هو اللي هيحدد، لكن انا قلت وجهه نظري من غير عافيه ومن غير مشاكل ومن غير اي حاجه. انت لما بتيجي تشتري عربيه او عليك فلوس، مش بتيجي تروح تاخد قرض او بتشتري حاجه، الراجل يقول لك الميزه اللي فيها ان هي بالتقسيط، يعني اي حاجه بتيجي، حجم المبيعات في العالم لما كل حاجه على دفعات، يعني بالقسط، مش كده ولا صح؟ صح كده.